أرحب بالشيخ محمد بن حمد بن ركاض العامري، عضو المجلس الاستشاري في إمارة أبو ظبي، ونقول حياك الله ونورتنا، وكل عام وحضرتك بخير، وإماراتنا وقيادتها الرشيدة بألف خير وسعادة. مرحبا، يا مرحبا بك، أنا نورتنا. أحبك. الحمد لله على حضور الليل، حضوركم وتكلمون من حكام. الله يهني الشيخ خليفة بن زايد، ويهني محمد بن راشد، ويهني محمد بن زايد وحكام الإمارات وشعبهم الرشيد. الحمد لله حنا سعداء ورشدة بالعيد اللي إن شاء الله يمر علينا دائم في فرح وفي سعادة وفي الحمد لله في شيء. آمين يا رب العالمين. وشفنا أن دولتنا الطيبة انطلقت في تخطيط لنهضة شاملة، وكانت النتائج ملموسة ونشوفها في كل يوم جديد من حياتنا. هذه النهضة كيف نشوفها؟ كيف حفزت الفرد؟ كيف حفزت كل فرد من أفراد المجتمع الإماراتي، من مواطنين ومن مقيمين، للعلم والعمل أيضا؟ والله هذا العمل مشيه زايد على الجنة بحكمته برايته الطيبة السعيدة، وعلى الحكام ساعدوه حكام الإمارات وساروا على رأيه وعلى أمره، والحمد لله الله خلاه لنا حكام من عقب زايد ورايد حكام طيبين ويرشدون شعبهم وعزين أرواحهم وعزين شعبهم كله كامل الحمد لله. وحنا سعداء بالراي، والله ان شاء الله يعطيهم الصحه والعافيه والامان آمين. والخير. تطور الحمد لله دايم في سعاده ودوم في رشد، الشعب كله الحمد لله دوم فرحان. وهذا اليوم يوم الاتحاد الغالي على قلوبنا جميعا، كان له أثر كبير في كل واحد فينا، في قلوبنا وفي أرواحنا. فهل كيف كان التأثير على المجتمع، على الترابط المجتمعي في دولتنا؟ والله احنا الحمد لله زايد وسلطان دايم في قلوبنا وفي انظارنا، هو صار وكانه مقابلنا دوم في الليل وفي النهار، وان الطلاب له الجنه ودايم في الله موجود عندنا مقابلنا، ورحماته ما تخوز منا، وعند عياله محمد خليفه ومحمد ومحمد، والحمد لله مشدينا وزحينا احسن دوله الحمد لله، ونشرفوا ونعتزوا في كل دولة، كل يوم من الإمارات الحمد لله عزونا أكثر من حدودنا اللي عندنا الحمد لله. الحمد لله. وهذا الحمد لله فرحة الشعب كامل. والحمد لله نهني الحكام بطاعة شعبهم مطيع لهم طايع، لو بيمروننا في اللي لهنا فاحنا مستعدين وحاضرين. والله إن شاء الله يسعدهم ويرشدهم في الأمر الطيب يدير خواطرهم وخواطرنا. آمين يا رب العالمين. وأيضا نشوف أن في كل يوم وفي كل خطوة يخطوها كل فرد منا، دائما نحاول نصون الاتحاد ونحافظ على روح الاتحاد، إن كان بالإنجازات إن كان بالتطورات. شو من أبرزها اللي شفناها هذا العام؟ والله الحمد لله كل سنة أخر من سنة، وكل يوم أخر من يوم، وكل ساعة أخر من ساعة. حكام طويل العمر، حكام مبرين، والحمد لله إذا وحدهم وقلوبهم واحد وأنظارهم واحد، وشعبهم في طاعته وفي أمرهم، منهم اللي بعيد اللي كبير واللي صغير، وإحنا ما نخالف أمرهم، والله يعطيهم عزة. والحمد لله دايم في رشد وفي فرح، الواحد بينام بيحلم بيتمنى خير، الله يعطيه من دون حلم ومن دون شيء. الحكام يتخبرون ويصبح عنده الأراضي التياريات والمساكن الشعبية، وكل يفرح ما يود الحمد لله. نعم. ومنا الصغير والكبير كنا في سعد ومعاشات، واللي ما تعلم الأول كنا الأول محل سحرة، محلات اللي زايد دائم عن زايد في مخبتها قدام يباترون وقدام النار ما فرقه، والحمد لله طبرها زايد وسواه براي السديد على ما تشوفون انتم. لو تصير مني التم زمول ينوب كلها بلايات وزارع ومياه وكل شيء، تصير تاب ولبي وتا دبي، الاول اللي بيصير مني تا دبي 4 ايام 5 ايام فوق الركاب، واللي فوق سياره ياخذ 3 ايام ما يوصل، وابو ظبي كذلك مثل، يعني بقى رمول وسيوح ما فيها نماء وسحرة ما فيه شيء، الواحد ما يبي ما يريد يتظلل ولا يريد شرب،
الحمد لله طورها، هم حكام الإمارة طوروها تلاقيها ملكية، أصبحت ينة ينة الحمد لله. في نادي من طلع بيقول دي اللي ما يوجد. الحمد لله الحمد والله لله. أعطانا الشيخ خليفة ومحمد ومحمد وحكام الإمارات، وساروا بها قدم إن شاء الله، ما أخروا من رأي الزايد وقت زايد، ساروا بها قدام الحمد لله. وإحنا كل يوم نصبح من الوريد، من الدول اللي متقدمتنا إحنا لحقنا أخطائنا قدام إن شاء الله، إن شاء برأي الله. شيوخنا وصنعهم الطيب إن شاء الله، اللي يسعدنا ويسعدهم. آمين يا رب العالمين. شيخ محمد بن حمد بن ركاظ العامري، عضو المجلس الاستشاري في إمارة أبو ظبي، كل الشكر على هذه المشاركة الطيبة، تشرفنا بهذا اللقاء الطيب وهذا الحضور المتميز في فرحة الاتحاد. واحنا نشكر الله ثم نشكركم الشكر موصول كذا لك بغداة حضرتك. الظافرة اللي انتم موجودين فيها، الحمد لله وواصل لكل محل، واحنا نتشرف بوصولكم عندنا وكلامكم عندنا، ولو نتمنى الحمد لله قصرنا ملاقاتكم عندنا ونتكلم من حكامنا السابق والحاضر، والحمد لله الشرف هذا لنا. فرحتنا وهذا.